أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان حديثا يفتري ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألف لام ميم راء. تلك آيات الكتاب. تلك آيات الكتاب. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. يؤمنون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. 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 كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر. 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 يدبر الأمر. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يفصل الآيات. يفصل الآيات. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وأنهارا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وأنهارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين. يغشي الليل النهار. يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات. لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاورات. وفي الأرض قطع متجاورات. وفي الأرض قطع متجاورات. وجنات من أعناب. من أعناب. من أعناب. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. تسقى بماء واحد. تسقى بماء
تسقى بماء واحد يسقى بماء واحد تسقى بماء واحد بماء واحد بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل في الأكل في الأكل ويفضل بعضها على بعض في الأكل في الأكل في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون لقوم يعقلون إن في ذلك لآيات لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم آهذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد إذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أإنا لفي خلق جديد أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد إنا لفي خلق جديد أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد إذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد فعجب قولهم أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم في أعناقهم وأولئك الأغلال في أعناقهم الأغلال في أعناقهم الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار النار وأولئك أصحاب النار النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات من قبلهم المثلات من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه
لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه آية من ربه آية من ربه إنما أنت منذر إنما أنت منذر إنما أنت منذر ولكل قوم هاد ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وما تغيض الأرحام وما تزداد الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار بمقدار وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال الكبير المتعالي عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار بالنهير سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله من أمر الله يحفظونه من أمر الله ومن خلفه يحفظونه من أمر الله له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له
وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وما لهم من دونه من والي هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه لا يستجيبون لهم بشيء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ولا صال وظلالهم بالغدو والآصال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال
ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال والآصال طوعا وكرها وظلالهم بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا نفعا ولا ضرا قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير الأعمى والبصير قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا
ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله حلية أو متاع زبد مثله في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء جفاء جفاها جفاها وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض في الأرض في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال 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 للذين استجابوا لربهم الحسنى الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى الحسنى للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به جميعا ومثله معه لافتدوا به لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب لهم سوء الحساب أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم ومأواهم جهنم وبئس المهاد وبئس المهاد أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أعمى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى 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 أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أولو الألباب أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار
فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة اللعنة والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الدار ولهم سوء الدار الدار ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا 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 وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع في الآخرة إلا متاع في الآخرة إلا متاع وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع في الآخرة إلا متاع في الآخرة إلا متاع وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه عليه آية من ربه لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه آية آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب إليه من أناب ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب
طوبى لهم وحسن مآب طوبى لهم وحسن مآب طوبى لهم وحسن مهاب مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب وإليه متابي عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى 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 أو كلم به الموتى أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به أرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا
أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم يايس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله حتى يأتي وعد الله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة لو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقابي أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار الأنهار
أكلها دائم وظلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار وعقبى الكافرين النار وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يفرحون بما أنزل إليك يفرحون بما أنزل إليك والذين آتيناهم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه ومن الأحزاب من ينكر بعضه ومن الأحزاب من ينكر بعضه من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو إليه أدعو وإليه مآب 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 مهاب مآبي وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق ولا واق ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وذرية أزواجا وذرية وجعلنا لهم أزواجا وذرية وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله
وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكافر لمن عقب الدار وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب